يا شقه يا يحيى. بقول لك ايه، خليكوا هنا ومش عايز نوى عشان هطلع احاول اجيبه. عم رمضان، ازيك يا يحيى؟ عامل ايه يا زميلي؟ وحشني. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه انت؟ ايه الحمد لله. ليك وحشه والله. وانت والله. عاملين ايه عند ست شمس؟ الحمد لله كويسين. مبسوطين؟ زي الفل. طب سلم لي عليها وقول لها ان انا وحشاني ونفسي اشوفها. حاضر، هسلم لك عليها. بقول لك عندك صدق؟ عندي يا حبيبي. ما تجيب. عينيا. الا الواد كريم فوق ولا نزل؟ لا فوق، بس رجله متعوره. حبيبي عنده واوا؟ عنده واوا حبيبي. لا اطلع اطمن عليه بقى. ماشي حبيبي، لازم اطمن. انت عارف. ماشي يا عم. امسك ده. بشارع عمك رضا عشان بيسال عليك. حاضر. ماشي حبيبي. بقول لك يا عم رمضان. اه حبيبي. انا سالك سؤال. كيا يو، اهلا يحيى. اتفضل. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا ثنت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اصلا كنت جاي اجيب شويه حاجات من الشقه فوق، فقلت اعدي على حضرتك اسلم عليك وعلى عم ربيع وايه وكريم. اخبار كيكو ايه؟ اسكت، مش ضربت عربيه حبتيني من ساعتها رقت في السرير. يا عيني. تبقى تخش تشوفه. اه اطمن عليه. واجب برضك. وزي جدتك. الحمد لله. واخواتك البنات. نعم. هم بيقطعين فيا. والله موصلني اسلم على حضرتك وعم ربيع وايا وكيكو. الله يخليك. طب اقعد. حاضر. اقعد يا يحيى. حاضر. اقعد يا حبيبي. يزيد فضلك. اه. والله ما صح. ايه؟ ارتاح، ده بيتك. ايه؟ ربنا يبارك لك. خبطتك عربية؟ ماشي يا عم روميو. ماشي. تعالى يحيى اتفضل. اتفضل يا حبيبي. ادخل. اتفضل. اتفضل يا روحي. ألف سلامة يا كيكو. سلامتك يا أخوي. شوف النبي. شوف بقاله قد إيه على كده وعطلة. يا عيني. معلش يا سلامتك يا حبيبي. ربنا يقومك بالسلامة. هعمل لك اتنين كركديه ولا عايزين حاجة سخنة؟ أي حاجة يا طنط. طيب هتصرف. ميرسي يا طنط. العفو. على ايه؟ متعبك. معلش. لا ولا يهمك. ولا كله ضغطي انت فاهم؟ اقسم بالله وعزة جلالة الله تيجي جنب اختي تاني ولا اكلمها لا اروق لك رجلك دي واخلي الاتنين شبه بعض لايقين على بعض ماتش. انت فاهم غلط والله العظيم. ثلاثة انا كنت هتقدم لها بس هو تتقدم؟ سلامتك يا اخويا، انا عادل لك المرتبه والمخده وكله. لا ربنا يخليكوا لبعض. تسلمي يا امي. اخوات اخوات طبعا. انا بره لو عوزتوا حاجه. ميرسي يا طنط. تتقدم لمين يو؟ ولا تتقدم لها ولا تتقدم لك، وربنا المحمود اشوفك بس تلمح كده تبص كده على اختي هكسر الدنيا لغايه لما اجيب الواد اللي خبطك ده. انا الموضوع ده مجنني يا كريم. لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده يحيى؟ الحكايه وحصلت هتجيبه منين الراجل؟ هبهدل الدنيا. الموضوع ده ما استغيثني ياما. ولا جبنا نمر ولا حاجه. الراجل جري يا ابني. لا 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 لا. ده اخويا ده. طبعا انت هتقول لي هدي نفسك. والله العظيم يا رب. بص انا عامله باميه جميله، اعمل لك طبق باميه وطبق رز. والله نفسي فيه، بس معلش خليها مره ثانيه عشان بيقلقوا عليا في البيت. معلش عشان لازم امشي. ميرسي يا طنط. ازاي يلا كلك لقمه بس قبل ما تنزل؟ انت مش زيه يعني؟ لا ده 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 اخويا. انا هبص بس عشان بس اتكل على الله. مع السلامه يا بيكو حبيبي. انا داري لك بس مش فاضيلك، ولو فضيت لك هتزعل. مع السلامه حبيبي. مع السلامه كيكو. وخد بالك على نفسك وبلاش. انت عارف سكه ولاد الحرام دي وحشه. ها خد بالك من ولاد الحرام. يلا السلام عليكم. اتفضل يا بابا. اتفضل. ميرسي يا طنط. نورتنا. نورك يا امي. سلم لي عليهم كتير. يوصل يا طنط. خد بالك من نفسك يا كيكو. خبطت عربيه. يحيى ازيك يا عم رضا؟ اخبارك؟ لسه هخبط عليك يعني بقى. ينفع اجي ما ازوركش يا راجل من غير ما تخبط؟ انا اهو. ايه عامل ايه؟ ازاي؟ الحمد لله. اتفضل عندي. اتفضل. لا لا اصل عندي ميعاد مع اتنين صحابي من المجر. هنجري ده ناس حلوين جدا. اوكي باي باي. تعالى يا راجل لازم تيجي شويه تقعد عندي هنا. اقعد بقى احكي لي اخبارك ايه. احكي لك ازاي الرحله؟ رحله؟ اه
لا كويسه كويسه كده. وطبعا عملت قرشين كويسين. اوه وازاي اولادك ومراتاتك؟ اولادي ومراتاتي عندي دلوقتي مريم وسلمى والكبيره صباح. كويسين كويسين. واخبار صباح ايه؟ لا كويسه يعني، هي دلوقتي ما شاء الله في ثانوي وبنفكر ندخلها زراعه.